لا 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 لا. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد على شاشتكم، شاشة قناة الإمام الحسين، من مكتب قناة الإمام الحسين في لبنان، حلقات تحت عنوان ثمار أبي ذر. لماذا هذا العنوان ولماذا هذه الشخصية؟ أبو ذر هذه الشخصية الولائية الثرية بتاريخها، بولائها لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وصلت إلى بلاد الشام وأصبحت رمزا للتشيع ورمزا لمحبة أهل البيت ورمزا لولائهم وبناء العقيدة بالانتماء لهم. نحن اليوم في لبنان مع ثمار هذه الشخصية، ما غرسه أبي ذر نقطف ثماره اليوم بولاءات عديدة وكبيرة، لو أردنا أن نقف عليها سوف نحتاج إلى وقت طويل، لكن نحاول وبالتعاون مع مكتب قناة الإمام الحسين في لبنان نحاول أن نمر على القلم الأدبي والقصيدة الولائية لأهل البيت من خلال سلسلة حلقات بهذا العنوان ثمار أبي ذر. الحلقة الأولى أو بداية الحلقات ربما يختلف تقديمها على الشاشة مع شاعر كتب القصيدة الحسينية بمحبرة العين بدمعه بلغة ولائية ممتعة، عندما تمر على مفردته أو قصيدته يستوقفك الكثير فيها من التساؤلات ومن الانتقالات، حيث يجيد فن أن ينقل المتلقي إلى الحدث أكثر مما ينقل الحدث له. الآن في صور هذه المدينة الجميلة بطبيعتها والجميلة بناسها، ومع كادر برنامج ثمار أبي ذر وشاشة قناة الإمام الحسين، نتشرف بأن نحيي الشاعر المبدع الأستاذ فؤاد تهيني. حياك الله حبيبي ويا مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسنتم. لي الشرف أن أكون ثمرة من ثمار أبي ذر الغفار، ذاك الذي استطاع أن يرش على تراب جبل عامل والجنوب بذاره لينبت تحت كل حجر، لو قلبت أي حجر لوجدت صورة من صور ودروس أبي ذر الغفاري. أشجاره شامخة منتقلة بين كل تراب هذا الجبل الذي استطاع أن يهزم من لا يهزم. ذاك الجنوب هو رحم تمخضت فيه أفكار ذاك الرجل العظيم، تلميذ أهل البيت، ذاك التلميذ الذي استطاع أن يصبح أستاذا، ولنا الشرف أن نكون تلاميذا. أحسنت. حقيقة شخصية أبا ذر، نعم قد يكون الواقع الجغرافي يحددها بمسألة منطقة الجنوب أو كذا، لكن الواقع العقائدي نجد تأثيره في كل بلاد الشام، في كل لبنان. يعني لبنان الله سبحانه وتعالى قد من عليها بأن يكون هنالك أثر لأهل البيت، من مقام السيدة خولة، مقام رأس الحسين أو ضريح السيدة خولة، مقام رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، ضريح السيدة زينب كذلك، ومثل ما قلت هاي الآثار العقائدية والكبيرة لشخصية أبي ذر الغفاري وتأثيره على الشخصية الشامية وعلى الشخصية اللبنانية بالذات، وكيف أنجبت أجيال تنسج الولاء لمحمد وآل محمد بلغة القلم ولغة اللسان وحتى لغة السيف. أنا اليوم متشرف أنه ألتقي بشاعر مبدع، قلم لبناني ثري، فؤاد تهيني. وصلتني شعرا واليوم ألتقيك وجها، هذا الوجه الصبوح حقيقة. فؤاد تهيني من عائلة فيها أكثر من اسم شعري، يعني أكو أكثر من اسم شعري. أنتوا عائلة شعرية؟ صحيح.
خلينا نتعرف، يعني أنا أتمنى أنه أوثق فؤاد دهيني. كعائلة آل دهيني فيها الكثير من الشعراء صحيح، ولكن نحن نعتبر في الجنوب وفي جنوب لبنان كلنا نعتبر كلنا ونعتبر كلنا عائلة واحدة. أحسنت. فلذلك كل من تربى أو صار تحت جناح أبي ذر الغفاري والإمام الحسين هو من عائلة واحدة. من عائلة واحدة، عائلة جميل جميل محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، أحسنت. أبو ذر الغفاري يشبه الشمس، الشمس تكون في مكان واحد ولكن ضيائها، ولكن ضياء هذه منتشر. الشمس منتشر في كل أنحاء العالم ليس فقط في لبنان. شخصية يعني فؤاد دهيني كاسم، فؤاد دهيني تلميذ من تلاميذ الإمام الحسين في جبل عامل. هو أو يعني اسمه فؤاد صلاح دهيني من قرية جنوبية تدعى طورة في جنوب سور أو في قضاء سور جنوب لبنان. نعم. أكاديميا يدرس أو معه إجازة في اللغة العربية وشهادة في كلية التربية بتدريس اللغة العربية وآدابها، أستاذ في ثانوية من ثانويات سور الرسمية، أدرس اللغة العربية منذ حوالي يعني 14 سنة. حسن. بدايتك مع الشعر كيف كان؟ بدايتي مع الشعر طبعا ابتدأت منذ أن كنت في الصف التاسع. كنت أكتب طبعا الخواطر الغزلية أو الوجدانية طبعا في عمر يضخ أو يضج بالوجدان، هذا الانفعال وكذا أكيد تكون ردت فعل. أتذكر طبعا أول قصيدة كتبتها في عن أهل البيت كانت عن الإمام الحسين. يعني لا يعني أذكر منها بيتا واحدا، ممكن أذكر بيت واحد. خلينا نذكر هذا البيت يا ريت من دونة. لي طير روح في هواك مغرد وفؤاد في جب المصائب ملحد. أذكر هذا البيت فقط من مطلعي. يعني يا فؤاد دهيني على كيفك، يعني أنت من أول بداياتك بتدخل بهذه هاي السريالية الشعرية وبهذه الرمزية وتشتغل على هذا الحوار. جميل. أنا بودي أن تكون الحلقة تدوين أكثر ما تكون حوار، حتى تكون فرصة لتوثيق هذا الإبداع القصائد. خلينا نختار، أنت تختار لنا فد قصيدة تبدأ بها. بداية أبدأ مع خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طبعا أن الحلقة هي في قناة الإمام الحسين عليه السلام، بس أكيد حسين مني وأنا وأنا من حسين. أحسن. نبدأ مع الرسول. قصيدة أولى، قصيدة طويلة جدا يعني بحدود 60 بيتا، ولكن أنا اختار منها اختار منها القليل جدا. أوكي. كتبتها في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، صلوات الله وسلم. عنوانها يا آخر العنقود. النبي طبعا آخر عقود السماء. السماء. أقول فيها جاع التراب يباري شيبه الوصب، واعتلت الشمس ما في ضوئها عصب، وظلت الأرض تشكو شوكها ظمأ حتى تدفق ماء المصطفى الرضب، منذ انطفاء المدى والضوء في يده ناي يؤذن في أصدائه القصب، كان اشتعال الثرى يبكي بموقده حتى أطل فبان الزهر والعشب، فالمرسلات إلى الإسراء قد ذهبت والمؤمنون إلى المعراج قد ذهبوا، والنجم والحجرات اصطفتا ولها والطور والذاريات انتابها عجب، بكعبة الله طاف الناس في طلب، وحولك الكعبة اختالت لها طلب، لسدرة المنتهى عرجت متقدا نورا تصلي بظل العرش تحتسب، لا. يا من دنا فتدلى في العيون فكان لا. قاب لا. جفنين أو حلو. أدنى ويقترب أهواك يا آخر العنقود تعصر من كرم السماوات حتى يسكر العنب.
من قول اقرأ على كفيك سيدنا تتلمذ الأنبياء السادة النجوب. عتبت أن تمتطي خيل الغياب أسا قلب المحب له في ذلكم عتب. يجوز للعاشقين الحب دون وضوء والوضوء بحب المصطفى يجب. حلو حلو حلو. يجوز للعاشقين الحب دون وضوء حلو والوضوء بحب المصطفى يجب. يا بدر مكة هذه القدس في شغف والشام تحضنها من شوقها حلب. نحتاج بعثك للإسلام ثانية كم ضيع الغرباء الوحي كم سلبوا. يا ملتقى النبضتين امتد بينهما قلبي وكم ذاب حضنا وهو مغترب. طبعت ختمك في الأبصار سيدنا فالعين لولاك لا ترتادها الهدب. يا صاحب الخطوة السمحاء كم عبقت بك العصور وكم ازدانت الحقب. لله درك ترمي بالزهور على شوك ببابك يرمى خلفه الحطب. يا نخلة عشق الأبرار رفعتها تسلقوا جذعها تغريهم الرطب. لأن قافيتي في مدحك انهزمت إني سأحمل أبياتي وأنسحب. حلو أحسنت يا أستاذ فؤاد. أحسنت أستاذ فؤاد. أنت من النوع اللي تراعي العنوان للقصيدة؟ تهتم بالعنوان ولو تترك العنوان يعني؟ ليس كثيرا يعني. أحيانا أجد عقدة كبيرة أصعب من كتابة القصيدة أن أختار العنوان. وأحيانا يعني أكون موفقا. هنا أعتقد أنني أتوفق يعني كنت موفقا في اختيار يا آخر العنقود. يثارني العنوان أنه يكون جميل يا آخر العنقود. وهذه القضية أنا في أتذكر في كلمة الأستاذة الشاعرة فاطمة الساحلي تحياتنا طبعا لها مع قناة الإمام الحسين تقول أنه أنا أحيانا لما أكتب القصيدة أحيل العنوان إلى غيري يعني مثلا. صحيح. ذكرت لي أنه في إحدى قصائدها كانت سمتها إلى أستاذ الشاعرة حنان فرفور. طبعا بالمناسبة نحن نشكر الأستاذ الشاعر حنان فرفور على ضيافتها لكادر قناة الإمام الحسين وكادر برنامج ثمار أبي ذار وضيافة الشاعر فؤاد هيني تحياتنا إلها. بالفعل عناوين خصوصا بالقصيدة الحسينية لما تكون بلغة بها لون من الرمز بها حالة سريالية بالشعر العنوان حتى يعني يعطي العنوان يلعب دورا كبيرا في إغناء عتبة النص في مكانة القصيدة. لذلك الشاعر يعني كأنه في صراع أو في معركة عند اختيار العنوان. صحيح. يرتبك كثيرا في اختيار العنوان قد يكون موفقا وقد لا يوفق. طبعا بالمناسبة يعني فن الاهتمام بالعنوان من الفنون الحديثة اللي موجود ضمن الأقلام الشعرية الشابة اليوم. يعني لما ترجع إلى القصائد قبل في الجاهلية ما كان عنوان حتى في العصر العباسي العصر ما كان أكو عنوان. هاي العتبة النص يعني ممكن نتاجات العصر الحديث. فؤاد تهيني أنت من جيل اليوم. اليوم هنالك ثورة للقصيدة الحسينية خصوصا في لبنان. الان احنا نتحدث في اجواء لبنان ويعني كلمه خصوصا قد تكون غير صحيحه لانه بالعراق موجوده بالخليج ولكن في اجواء لبنان طبيعه لبنان مناطقيه لبنان قد يتصور البعض انها لا تعطي تلك المنحة الشعريه لهذه الثوره الموجوده الان. اقلام كثيره يعني من الشعراء جاي تكتب القصيده الحسينيه بشكل جميل. نحن في الجنوب كتبنا القصيدة الحسينية بالدم على تراب الجنوب. أحسنت. كنا ننظم بدمائنا فوق كل حصن فوق على خد كل شجر. عندما كنا نقاوم كما قاوم الحسين الظالمين وانتصر عليهم وهذا أثر على كتابة القصيدة فأنجب هذا الجيل. صحيح. الجيل اللي يسمع. صحيح أن تأثرت بأستاذية معينة يعني بأستاذ كتابة بالشعر الحسيني بالذات بشكل عام وبالشعر الحسيني بشكل خاص. صراحة أنا فقير من هذه الناحية. فقير. يعني لم أتأثر بشاعر معين خاصة يعني من شعراء الإمام الحسين عليه السلام. أنا أسمع للجميع يعني ولكن من النوع الذي يتكل على نفسه أكثر يعني عصامي
عصامي بالقصيدة. يعني القصيدة حاول أركز عليها. يعني ما تشعر إنه هذه الكلمة صعبة، إنه يعني الآن ما في شاعر ما متأثر بجيل، ما حافظ له بيت، ما متأثر بشخصية شعرية. دائما الشعراء تكون لهم علاقة، يعني أكو قرين بالجميع. متأثر بالجميع. يعني أني لا أركز على. تتعامل مع النص أكثر ما تتعامل مع يعني تتعامل مع الشعر أكثر ما تتعامل مع الشعر. بالضبط. جميل. قصيدة أخرى قبل أنه يأخذنا الوقت ونروح. يعني الحوار وياك ممتع. قصيدة ثانية للأمير. سلام الله عليه. أنت مني منزلة هارون من موسى. بعنوان أيضا لا أعرف إن كنت موفقا أيضا، همسات على ضفاف طيبك. غيث السماء وإن ضم الربا شح، وراحتاك المدى إن ضمتا طفح. تخطو بليلك نحو الجدب زمزمة، وتحرث العتم حتى عشوشب الصبح. حلو. تدر خطوتك الخضراء أودية، فيرتوي لبنا من جرحك الجرح. الغيم خط على نعليك أبحره أبا تراب، وخبزا يقرأ الصح. واستمطرت كفك الأنهار من عطش، فما الشتاء وفيك الصيف لا يصحو. يا حنطة الحب كم أطعمت سنبلة حتى تنحى إلى خفقاتك القمح. الله. شبكت أوردتي. حلو. يا حنطة. حلو. يا حنطة الحب كم أطعمت سنبلة حتى تنحى إلى خفقاتك القمح. شبكت أوردتي بالحب فاشتبكت، ما كان إلا على أنفاسك الصلح. عصى دماك إلى بحرين قد فلقت ليلي، ليغرق فرعون الدجى الملح. فيا إذا جاء نصر الله وحيك كم يبدي ملامحنا من ظلك الفتح. بنيت شاهقة العفو الجميل، ومن حنيت حتى استحى من صفحك الصفح. في واحك الجود أعطى النخل معجمه، فتاه مندهشا في سعفك الشرح. ونخلك الباسقات المكرمات لها طلع نضيد، ويحيي طلعك السمح. يا سورة الله تتلوها السماء، وإن خط الإله هدى الله الله من الله الذي يمحو. يا سورة الله، يا سورة الله تتلوها السماء، تتلوها السماء، وإن خط الإله هدى من ذا الذي يمحو. ما جاع طير بعهد كنت تزرعه طينا، الله، ففيك طلاق الله يا فؤاد والفصح. حلو حلو. ما جاع طير بعهد كنت تزرعه طينا، ففيك طلاق الفطر والفصح. كانت ديونك بعد الموت شاهدة بأن حكمك بحر طبعه المنح. الله. لما الله أتاك الله كانت الله ديونك كانت بعد كانت الموت شاهدة بأن حكمك بحر طبعه المنح. حلو حلو حلو. لما أتاك لبيت المال في طمع عقيل، ظن بأن درب الهوى تنحو. إليه قمت وأحميت الحديد له، لله ذرك كم يحلو بك الكبح. تتلمذ العدل في كفيك مدرسة حتى تخرج من أحضانك الصرح. فقعت ثوبك الله. حتى مل ناسجه، كأنه لوحة قد راقها المسح. في ثغرك السيف كم يهدى به صنم، وكم يلين ندى في كفك الرمح. تستثمر الطين تسقي ماءه خلقا، تبرعم الأرض حتى ذهب النفح. تروض الشوك في عينيك رقرقة، فينتشي رقة من عطرك البوح. على مداك تمر الأرض جائعة، وفي يديك سماء المشتهى منح. وقسم الكون وأنت الكون يجمعنا، إليك يضربنا في شوقنا الطرح. في بأسك الشعراء اشتد مدحهم، وطاب لي سيدي في طيبك المدح. أحسنت يا فؤاد. شكرا. رائع. أنت تحب واحد يكون معك صريح؟ الإمام علي عليه السلام. تحب واحد يكون معك صريح؟ تحب واحد يكون معك صريح؟ أكيد. يا عم هذه القصيدة حرام تخلي لها هذا العنوان. ممكن. لم
لم أنا صراحة تركت في كتابة هذه القصيدة أن أكثر الشعراء يعني فيها على الإمام فيها أكثر من عنوان. هم يكتبون عن الإمام علي عليه السلام أو الذي كان يساعد الأيتام أو البطل الشجاع. أكيد هذا الجانب المألوف والمعروف. لكن إثارة هذا الجانب الآخر. أحسنت يا فؤاد. في باقة عندي قبل الفاصل شيء دقيقتين دقيقة ونص سمعني فتشي أملي لهذا مالية الحوار. لي قصيدة أريد منها أبيات صغيرة جدا صغيرة أوكي حتى نروح على الفاصل. الإمام الحسن سلام الله عليه. أحسنتم. خلينا نروح فاصل بينما تحصل لنا القصيدة. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، بعد هذه المتعة من القصائد الولائية من عين الشعر فؤاد تهيني، فاصل ونعود وإياكم والإبداع، خليكم ويانا. عدنا وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، والجزء الثاني بعد الفاصل من حلقة ثمار أبي ذر والشاعر المبدع فؤاد تهيني. ولكن هذه أجواء لبنان جميلة تساعد على أنه نغير مكان الجلسة ومكان الحلقة. طبعا الحاج أبو صالح المؤذن تحياتنا إلى تعبنا ويانا ويختار لنا المكانات الحلوة. شفت كيف جميلة يا عمي، روحة شبابية، هو روحة شبابية مو بيدة، يعني غير المكان هذا الورد. والله أريد أرجع للمقطوعة مال الإمام الحسن، لأنه الحقيقة الإمام الحسن يستحق أن نقف عليه. يستحق ونحن لا نستطيع أن في حق. yeah. مقطوعة قصيرة بعنوان بحر آل محمد. جميل. هنالك مذبانة أكفك غيمة، سحاب تنحى واستقال هنا الغيث، وجف زمان الماء دونك واستحى، وثغرك أمطار المكان ولا حيث. طهور وفي الطهر الإلهي مجتبى، جسور ويخشى من بسالتك الليث. الله. يمد المدى قلبا تسخر نبضه، وقلبك زاه في مرايا الربا ميث. تحالف ودا مع رمادك مجمر، وتحسدك الشطآن يغتالها الهيث. إليك أنا يا بحر آل محمد أهرول ظمآنا بروحي ولا ريث. الله الله الله، حلو يا بحر آل محمد. أحسنت. يعني دائما لما الشعر يجي ويجي يصنع كنية جديدة للمعصوم، ولكن يحافظ على قدسية المعصوم وعلى هيبة المعصوم، أكيد تكون بها تحسب إلى. يعني ما يستطيع الآن يجي شاعر أن يقول يا بحر آل محمد، هذه خلص بصمة فؤاد الحين. أستاذ فؤاد، قرئ لك قصائد مثلا من قبل منشدين، من قبل خطباء أو هيك؟ مرة واحدة شاركت في مجموعة شعراء قصيدة في الإمام الحسين، كانت مجموعة شعراء يعني مقاطع كمشروع قصيدة أنشدت هذه القصيدة. شو تحت عنوانها مثلا من كذا ممكن أن نحصلها جزء؟ دليل الأبات. دليل الأبات. إحنا الفاصل الأول بس قصيدتين، يعني صار حوار بي، أنت ممتع بالحوار تعطي كلام، فخلينا نأخذ قصيدة حتى لا لأنه سلطة أبو صالح خلاص. يعني قبل أن أبدأ بالإمام الحسين، أي أكيد هو يعني مادتك الأولى، يعني ما يزعلوا مننا الأئمة. لا مستحيل. الإمام الحسين هو النبع الأكثر الذي طبعا يضخ فينا القصائد، كل الشعراء هو يضم قلبنا أو يضمنا إلى قلبه كأغمار حنطة، يدرسنا على بيادره، ينقينا يغربلنا لنصبح نقيين كالثلج، ثم يقدمنا لذلك على نار أو يعدنا لناره المقدسة ليقدمنا رغيفا على مائدة الجمال والملائكة. جميل هذا النثر، جميل هذا. لذلك يعني أنا يعني ذكرني بقول الإمام الصادق، كيف أنه ما أن تقدمون على ضريح الإمام حتى تغسلكم الملائكة فتدخلون أنقياء وتخرجون أنقياء، سقط كل دمعة بيتا من الشعر. خلينا نسمع قصيدة الإمام الحسين مجانين الحسين. مجانين الحسين، حلو.
أتينا بساطة العنوان هنا أحبها أنا. أتينا وآب القلب يرعى كوانينك، لنا شرف بالحب ندعى مجانينك. الله الله، شكرا على هذا. فلا قيس لا ليلى تماثل حبنا، وكل سجود في الهوى عاشق طينك. مواقدنا تغلي حنينا معتقا، لنرشف من كأس الغرام براكينك. وإن هاجر الحلو اللذيذ سهولنا، نعانق كما النحل الشريد رياحينك. الله. وإن في الهوى يوما تصحرت الربا، رقدنا إلى عينيك نرجو بساتينك. الله الله. دماؤك أوزان النخيل، مش أوزان الخليل، دماؤك أوزان النخيل، وشعرنا سيكسر إن لم يحاكي دواوينك. إذا سألتنا الشمس عن سر مجدنا، نقدم للآفاق فجرا براهينك. نحبك إربا أن تقطع جسمنا، ونسكر لو عطقت فينا سكاكينك. الله 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 الله. نحبك 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 إربا أن تقطع جسمنا، ونسكر لو عطقت فينا سكاكينك. فداك تبار العين سيف جفافها، ونهوى بأن تغدل جفون قرابينك. نحرر أنفاس الورود بشوكنا، ونسعى لأن تغدو الطيور، ونسعى لأن تغدو العطور مساجينك. نخوض حروب الشوق خارج أرضنا، نخوض حروب الشوق خارج أرضنا. نغازل في نزف الرماح ميادينك. عشقنا جننا يا حسين، عشقنا جننا يا حسين، وإننا نلاحق في ظل النجوم تكاوينك. سنسقط ميزان الفؤاد بنبضنا، ونتبع في شرع الغرام موازينك. أحسنت أحسنت. هذا جنون، هذا هذا جنون جميل، يعني جنون فؤاد تهيني، جنون عقلاني. هذا هو غاية العقل، هذا هو غاية العقل حقيقة. يعني بالفعل مثل ما قلت أنه مساحة الإبداع مع الإمام الحسين تكون واسعة، لأنه مساحة عطاء الإمام الحسين. لذلك ممكن أن نقول قصائد أكثر بعد. يعني تشوف تشوف ممكن أن تكتب 10 قصائد عن الإمام الحسين، ومع أهل البيت تكتب قصيدة. صراحة هو أكثر إمام يكتب فيه، يعني لما قدمه، لما كتبه، لما كتبه هو بدمه، بدمه، ونحن ننظم بالحبر. جميل جميل. قصيدة ثانية ممكن. يلا. الجرح المفتوح. والله خلاص. الجرح المفتوح. بس أنا قصيدة الإمام المهدي أريتها خلاص، يعني حتى بالأخير بدأنا من الرسول ونختم بالإمام الحج عجلات على فرج إن شاء الله. الجرح المفتوح. يسامحنا طبعا الحاج أبو صالح، كن يعطينا وقت. شبع التراب وجذع نخلي جائع، الله، تشقى الجفون لتستلذ أصابع. شبع التراب وجذع نخلي جائع، تشقى الجفون لتستلذ أصابع. حلو. كم يشتري سيف الفرات حدائقي، وعلى ضفاف الرمح ورد يبائع. الله. يساقة الجمر انكسارا في دمي، والماء صمت في ضجيجي يسامع. يتآمر الوجع انتقاما في يدي، ويخون خيلي والصهيل مدامع. كيف العبور وجسر نزفي جمرة، تهدي الرماد ونجم عيني ضائع. لي نخلة أسقيتها حتى نمت لدمي صليبا، والرياح زوابع. فأنا أمير الجرح أحكم غيمة، والقلب معزول ونبضي خاضع. سأعيش بين الدمع بحرا هائجا، وعلى الشواطئ كالرمال أنازع. أنا لي بأرض الطف نعش من أسى، ولدي الله في نار الحنين مصارع. الله الله. يا زينب الحوراء، يا جسر الردى، نحو الحياة وللعبور مطامع.
أنا يا حسين خريف شك يمتطي صيف اليقين. الله الله. بأن فصلك قاطع. الله. أنا يا حسين. أنا يا حسين خريف شك يمتطي صيف اليقين بأن فصلك قاطع. ضاقت محاور أسطري يغتالها حبر ومحورك المضمخ واسع. أبكيت كسرا للبتول بضلعها يا دمعها والطحن فيك أضالع. أبكيت كسرا للبتول بضلعها يا دمعها والطحن فيك أضالع. إني أقلد قربة العباس في شرع المسافة والبكاء مراجع. الله الله الله. إني أقلد قربة العباس في شرع المسافة والبكاء مراجع. اقشعر بدني يا رجل. يا من تسير يا من تسير موكب الأبد الذي ينعاك وهو لخطو خلدك تابع. إني أقلد قربة العباس في شرع المسافة والبكاء مراجع. يا من تسير موكب الأبد الذي ينعاك وهو لخطو خلدك تابع. ذا فعلك الماضي على الفتح بنى ولا أنت في ماضي دماك مضارع. رسمت أو رسمت جراحك في الطفوف ملاحما حتى استقال أمام لوحك بارع. كم أذنبت في من حريك سيوفهم ترجو رضاك وباب نحرك شافع. تخشى الحتوف قتال بأسك مطمعا فأبادها غزلا وموتك قانع. يا طاحنا قمح الوجود كرامة لولاك ما جاب الحقول مزارع. لم يستقم وحي بدونك سيدي لكأن جرحك للإله شرائع. أتعبتني يا فؤاد و... حسين كل تعب راح. أتعبتني يا فؤاد. حلو يا فؤاد. الله يبارك بيك والله يطيب أنفاسك. شعر أنت مبدع. أنت وصلتني شعرا مبدعا وحضورك مبدع. كيف أقول مبدع؟ استقال أمام لوحك بارع. أحسنت أحسنت. لابد أن خلي 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 أخذ فاصل فاصل ثم نختم شوي. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين ومتابعي هذا الإبداع الجميل على شاشة الحسين ومع شعر الحسين وشاعر الحسين. فاصل ونعود وإياكم. خليكم ويانا. لا 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 لا. مرة أخرى أكرر الترحيب بكم أحبتي وأشكر متابعتكم للحلقة ومن على شاشة قناتكم قناة الإمام الحسين وبرنامج ثمار أبي ذر. أعود وإياكم والشاعر المبدع الأستاذ فؤاد تهيلي. حياك الله مرة أخرى أستاذ. اليوم المنصة الحسينية منصة ثرية مثل ما قلنا. هنالك قلم شعري حسيني شاب ثري جدا بالكتابة وحقيقة جاي نجد بمختلف الجنسيات العربية تكتب للحسين لأنه أثبتت الحقيقة أو أثبت الواقع ما هي حقيقة الإمام الحسين. عموما كيف تقرأ المهرجانات بشكل سريع؟ المهرجانات داخل بيروت أنا اللي أعرف أنه في كثير من المهرجانات تقام. المهرجانات في لبنان كثيرة جدا ولا سيما في جنوب لبنان. طبعا لا يختصر تقتصر المهرجانات على المنتديات فقط حتى في الحسينيات. الحسينيات في كل قرية كل أسبوع يكون هناك مهرجان وكل أسبوع يكون هناك قصيدة في الإمام الحسين أو في أهل البيت. أحسنت. وفي طبعا كل المناسبات أكو جلسات خاصة تخصكم مثلا أنت والشعراء تتحاورون بالقصيدة تتناقشون بها؟ لا شك سواء كان لقاء مباشر أو عبر شبكات التواصل دائما نتواصل وخاصة في أهل البيت. هل تتصور بالإمكان أنه نستطيع أن نأسس إلى طاولة حوار حسيني حول الشعر الحسيني؟ أنه أنا أقدم النصيحة إلى فؤاد وفؤاد يقدم النصيحة. هذا البيت مو جميل، هاي الكلمة ما تليق بالإمام. ممكن أن نخلق هذا النقد المشترك للحفاظ على شخصية الإمام قدسية. الإمام حسين بحد ذاته أسس لذلك يعني. أسس أنا ذلك بس بطريقة تلقائية تلقائية يعني مو تحت قانون بس تحت قانون يعني. هي أفضل أن تكون
تكون يعني بطريقه هاي تلقائيه. فؤاد تيني يتقبل هذا الموضوع لما يكون؟ طبعا طبعا انا احب النقد كثيرا، لكن النقد البناء. البناء اكيد اكيد. حتى لا ياخذنا الوقت، واحنا دخلنا طبعا لفاصل ثالث. قد يستغرب هسه المتابع انه كانت الشمس وهسه هذه الوقت حلو في لبنان والأجواء جميلة في لبنان وهذا المكان الجبلي والانتقالات. لأنني سأقدم قصيدة في الإمام. الله 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 الله. يعني مع غياب شمس خلينا نقول شمس الكون، شمس الكون لم يغب الإمام المهدي، شمسه لا تزال، ولكن نحن لا نستطيع أن نشاهده. خلونا مع الشعر، خلينا نسمع القصيدة. أختم بقصيدة لآخر العنقود، عنقود آل محمد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعنوان شكوى. بهواك صلى شعري المتصوف، فكم انحنت لجلال وجهك أحرف، بين الضجيج وماء صمتك عالق، حبري ليشرق في القصيد مؤلف. أنت انتظار الراحلين، فيا الذي سبق القطار ودرب قلبي مدنف. فيك المسافة 1000 عام هارب، والوقت يسرقه الحنين المرهف. يا آخر العنقود في قرم الهدى، في كأسك الطهر الشهي مكثف. نخل من الفرح السماوي انتشى، لكن نخلي في ضفافك ينزف. في يوم مولدك الشكاوى عنفت شمع البريء، وهل ينام معنف؟ أنا لي بشباك الهوى عصفورة غنت على حد السيوف ترفرف، والدار تلهث في دروب الجوع، تطحن من حصاها في المجامر تقذف. تطهو لأعوام من الحرمان، ما زال العجين إلى سهولك يزحف. والليل يعصر عتمه في جرة الفجر المعتق، والمدينة ترشف، والعابرون إلى الحقول تناثروا فوق المقابر، والمجازر تعصف. عن أي غاب جئت تسأل سيدي؟ عن أي كهف جاء ضوءك يكشف؟ إن الوحوش على العروش تسلطت، بطشا ويحكمنا السخيف الأسخف. جيف تثرثر في الجداول موتها، والعمر في شغب المهالك متحف. في الزمهرير ودون خيل نمتطي عذر الحطام، وكسرنا يتأسف. وكأن وسوسة الرماد إلى الشذا رعب يخيف الياسمين فيرجف. مقل الذئاب الجائعات تسمرت بضلوع رؤيتنا، تغير وتنسف. بمقابر الغيمات أشباح مضت تجتر أمطار الحياة وتغرف. قلب السماء انشق عن غيم طغى، والنار تطفئ ماءنا وتجفف. من مزق السحب الكريمة بعدما نبت الضياء أمات فينا المنصف؟ نحتاج إعصارا نعتق فجره، لنعيش للثأر الرهيب ونجرف. يا ابن النبي، يا ابن النبي، متى نراك مكحلا جفن الجفاف؟ فكحل غيمك مورف. لولا نداك لساخت الأرض التي مذدستها بخطاك كم تتفلسف. إن التراب إذا تجادل ماؤه هو في ثري خطوتيك مثقف. إني سأمنح للكواكب سلما عنها ارتقيت، وأنت منها الأشرف. إن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ك
كي يتحرر المستضعف. عجل إمامي عجل إمامي، كم يضيق بنا المدى وجميع أهل الأرض باسمك يهتفوا. أحسنت يا فؤاد، أبدعت من مزق السحب الكريمة بعدم. أحسنت أحسنت، أنا كنت مستمتع معك بهذا الحضور الشعري والولائي والعقائدي، وهذه القصائد اللي هي عبارة عن عقائد. حقيقة أنا أحترم القلم اللي يحترم عقيدته مع أهل البيت. أنا كنت أسكر في كل كأس وبيت. أحسنت، كنت رائعا. تعرف أنا قادم من العراق ومن كربلاء، أكيد زرنا الإمام الحسين بالنيابة عنكم جميعا ودعينا لكم، وجئت بهدية ربما أكيد راح تعجب. هي ميدالية تحمل صورة الإمام الحسين ومن الكربلاء. من عطر ومكان الإمام الحسين طبعا هي كبيرة جدا جدا. أحسنتم أحسنتم، شكرا، الله يبارك بكم. بوركت يا شمسا تشع مناقبا، والراسيات إلى المناقب تنحني. أحسين أم أنت الوجود بسره، أم أن عرش الله حط بموطني. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين من لبنان، ومع إبداع شعري ولائي لأهل البيت عليهم السلام، كنت وإياكم وأولى حلقات ثمار أبي ذر. أستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم في باقي سلسلة هذه الحلقات، في أمان الله. La la la.